بدنا نتأكد إذا هي بالبيت. عم قلكن جولينار مانا هون. مشان الله يا كمال اللي شو عم يصير؟ أكيد خطفوها، خدوها عدوها هوني. تعي فيك يا جولينار. إيه عمو كمال أنا جاي لعندكن هلأ، رح هلأ لا تهتم. عمو كمال دير بالك تخبر الشرطة أوحك. يا ربي يا ربي شوفي فهمني فهمني كمال. جوزة لميرنا خطف جولينار. شو ماما؟ شو بكي ماما؟ هلا مش عم يصير لميس لميس بسيطة. يوسف استناني جاي معك. ما لازم تروح. ما فينا. لازم روح، هدول صار لازم نحط لهم حد. بس انتو ما بتعرفوا وين ممكن يكونوا هلا. يوسف بتعرف؟ ما بعرف اساسا، هن ما كانوا معي. يوسف بلش يدق. لا ترد، خليه يرن شوي. لا ترد ها، خلصي ولي. بس والله لا ربيكم، احتروا لشوف احتروا. ولك حاجة ولك مصطفى روق شوي. ما عم برد. يلا يوسف خليل لا تزد حالك بالنار. ايه شو دخلك؟ هي عصابة يا زينب رح يؤذوا البنت، حسابهم معي، ما بتركن لحالهم لو بدهم يذبحونا. خليل إذا بتريد فكر شوي. ما رح يردوا. الله لا يوفقهم. رح أخذ السيارة. أنت ما لازم تروح. يوسف الطريق ما بتعرفه، أنا اللي بدي دلك. خليل لا تروح. ديا أنا رح حلها، لا تهتمي. أصحك يا ميرنا تطلعي لمحل. كرمالي لا تروحوا. أنت لا تخافي روقي. خليل بلكي أهلا خبروا الشرطة. نبهتوا ما يتصلوا. اتركهم يروحوا. يا الله كله مني. خليل اللي شو فينا نعمل؟ يوسف هدول ما بيعرفوا يعملوا شي لحاله، أكيد عندهم رفيق عم يعلمهم. رح نروح على دكانه. حرام؟ ايه تبع قطع التبديل، بركي أخدوه لهنيك. منروح. لمين عم تدق؟ للبابا. مع ميرن؟ نهلعو. عجيب سكر. ظاهر انه مشغول. ولك بتعرف انت شو عملت؟ خطفت البنت. هلأ اذا خبروا الشرطة شو بنعمل؟ يمكن ابي مقهور مشان هيك ما عم يرد. هالشي ما بيصير، رح تلاحقنا الشرطة. لك انا ما كنت مفكر انه اخطفها، بس لما قاومت فجأة